ليه نحن هون؟ سافل دي رافيلو سجل ناس قدام من جماعتي، كانوا مهربين مرفهين وهلأ جبرهم يشتغلوا بالمناجم. مرفهين؟ وهني بيشتغلوا معي؟ شو زكي؟ كنت مأمنتلن تخوتتون وعندن أكلون والجرابة، وهلأ هني بالقفاص. هيدا إذا زعران دي رافيلو ما عم يفلحوا عليهم. وانتي ليه ما بتعملي شي بهالخصوص؟ رح نتصرف نحن التلاتة. واحد من رجالنا هرب من هونيك وبيقول انه في ثغرة أمنية بالطابق الأرضي بالسجن، ممكن نشغلها وبهالطريقة بتفتح كل البواب. موضوع شكله سهل، بس هيك ما بتكونوا عم تعرضوا أصحابكم للقتل؟ ما بيقدر عليهم، ضهرهم وبعدين بتشوف. أنا عاجبني صوتهم. نظام بثلاث مفاتيح، انت راح تشغل مفتاحين وبعدين التالت كرمال تفتح البوابة الداخلية، فهمني؟ شو راح فتش على المفاتيح وشغلها بالعكس؟ ايه بقى ريكو رد علي، هيدا فخ وبنتي رافيلو عم بتقرب. كنت بتمنى من زمان انك تشرفنا وتيجي ريكو رودريغيز. لو سمحت عجبك اللي عملته بالمطرح، بتمنى اني عجبك لانه هيدا المطرح رح يكون اكبر لك. عم تسمعني ريكو رودريغيز. وقفوا صح؟